بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع النادي الاهلي اللي قرر تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرا للكره بمنظومه الفريق الاول، وقرر النادي تولي وليد سليمان رئاسه قطاع الناشئين ومنحه كافه الصلاحيات بعد حصوله على العديد من الدورات الاداريه والفنيه. مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تمم إجراءات انتقال عمر صلاح حارس نادي مرمى سموحة والزمالك السابق لتدعيم مركز حراسة المرمى بعقد يمتد لموسمين قادمين. عمر صلاح أصبح الصفقة الرابعة للاتحاد السكندري في الانتقالات الصيفية الجارية. نادي بيراميدز قدم لاعبه الجديد المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وده في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على دعم الفريق بأفضل المواهب الشابة. النادي المصري البورسعيدي أعلن ضم ميدو جابر صانع ألعاب سيراميكا خلال الميركاتو الصيفي الجاري علشان يكون تاني صفقات الصيفية اللي أعلن عنها النادي البورسعيدي بعد ضم محمد الشامي لاعب الإسماعيلي. السنغالي كيلوبالي مدافع فريق الهلال السعودي أكد أن فريقه بيسعى لتتويج بلقب البطولة العربية، وده قبل المواجهة اللي هيخوضها أمام اتحاد جدة واللي هتتلعب النهاردة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. وقال مدافع الهلال أنهم هيواجهوا منافس قوي جدا عنده لعيبة مميزين، لكن أكد أنهم فريق طموح كعادته وهنسعى لتحقيق هدفنا. كمان اتكلم البرازيلي إيجور كورنادو لاعب اتحاد جدة وأكد على صعوبة مواجهة الهلال السعودي المقرر إقامتها في الدور ربع النهائي من البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، وقال كمان إن الفريقين بيمتلكوا عناصر جيدة جدا ولا يوجد أفضلية لفريق على التاني، والمهم هو الاستعداد الجيد للقاء فنيا وذهنيا. نادي ميلان الإيطالي أعلن عن ثامن صفقاته الصيفية من خلال تعاقده مع الأمريكي يونس موسى قادما من نادي فالنسيا الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ووقع يونس عقد مع النادي لحد 30 يونيو 2028. خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع مرة تانية لمصطفى ومنا نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمي.